tempo. تجينا اي حاجه ثانيه؟ لا شكرا كده يا جماعه. الاكل جاهز اهو. ده يا جماعه الاكل احنا حطيناه اهو. حبينا بس نوريكم اول ما حطينا الاكل انتوا اللي معانا اتفضلوا كلوا معانا. كل يلا يا اسنان كل يا ملك. سلسبيل هتبهدل الدنيا يا ماما. سلسبيل يا ماما هتبهدل الدنيا. رمضان وكفت السنية حلو. لا يا
البتنجان ده تحفة، بنحنسك. ليه ده؟ بص دي جميلة، دي لحمة ضاني يا مرة، جميلة لحمة ضاني جميلة. خد دوق بص كده، شكلها مش مطمنك، شكلها مش مطمنك يا ملك، يعني يكون بتاعت ايه يعني؟ الريش جميل، الريش جميلة. عشان تعرفوا ان انا بصيق غيركم، عملت الصينية دي كلها بعد تعب وجوه. ايوه لسه بقول لك هو تستمعيني. هتشككوا في جزرات امك يا هديه؟ بتنجان. لا بتنجان بشوفكوا بتنجان. يا مسلة يا مسلة. انا بقى ما بحبش الرز ده علشان بيبقى بدي يا شاهد. انت بتشتري رمضاني ليه؟ انا باكل اول لحمه. باكل اول لحمه ازاي يعني؟ شبه تاني ده انا بعمل رز يا جدعان احسن من ده. طلع الرز بتاعي ده نمره واحد. نمره ايه يا درمين؟ ده ده بالنسبه لي. دي ما تطلعش ما تصورش. طيب ما انا بعدت مكانك هتصور غصب من المتهزك. دي كابوتشا. ايه راي حضرتك في الاكل؟ تسلم ايديك. تمام؟ ماما بتشرب منه. انا عايز اعرف بس هي ايه دي؟ هبسه تبين؟ خلفين. طعمها احسن. انت واحدة. انت كبالة. اه بحب الاغنية دي عزومهم. لو علمنا الفيديو تحيزوا. الحمد لله انهم واثقين. يا ما زمان خوفتك مني. كيف يا شادي بنغنيكم جميعا؟ واخده بالك ايه؟ يا ما زمان خوفتك مني. ده الحاصل. اللي تعبت عشانك. كفايه. انت القهر اللي عاشوا عشانك. كان يحلفوا بيه. انت القهر اللي انا شفت عشانك. يا جماعه مفيش فيديو احنا نختمه الا ما شاهد وهدير يطلعوا لكم بافيهات بافيهات ملهاش حصر. هدير الدنيا هتغرق. بابا بابا صح يا جماعه؟ طعمها عادي. قلت لي يا سوسو طعمها جميل قوي. حلوه؟ قصدك على ايه بقى من كل حاجه طعمها جميل؟ قصدك على ايه بقى من بصراحه يا جماعه؟ والله ما عاجبني. لا بجد واحد رايك من راي امك ايه؟ بس هو حلو خلاص بقى.
يعني المنظر المنظر العام شكله يا جماعه خروف. وشكل الاكل شكل الاكل من غير ما كده ياكل. بس انا الحمد لله كم دقيقه هو في ايه انت يا بيه؟ اعلانيه ما بينتش عليه اعلانيه 11 دقيقه ما بينتش عليه اعلانيه. طب ايه هتتكلمي لبكره ولا ايه؟ كملي هتكملي ولا لسه؟ يا ما صلى يا ما صلى. انا عمري ما شفت حد بيصور وبياكل. مدير التصوير خايف. اتنين في واحد. اه. يا مالها يا درج يا جماعه هدير مالها بتاكل كده ليه؟ قرفانه من نفسي. مالك يا هدير؟ الاكل كبني مش عامله بايديك. ما هي لازم هدير تبربط في البيت يا جماعه وترفع لكم عشان تحس تحس ان الاكل وما بتستحملش. ثم ده تم وجعها كبيره ليه؟ ايه لقيتها كبيره ليه؟ طبعا انت انتحرتي ملا ايه خل ما خلصتيش ليه اكل مالك يا هدير؟ تعرف دي فطاري حاسه انك كتبني انا والشيف ما كنتوش كاتبني انا حاسه انك كتبني اللي عجبني ده كله كفته لا اللحمه عجباني تحفه اللحمه تحفه بس الرز لا الرز ملوش طعم اللحمه اللي 100 100 اللحمة دي غير على فكرة اللحمة ديت اسمها ايه؟ خروفي ضاني اه ضاني ما هو الخروف ايه ضاني؟ خروفي يا خروفي مش بدلة خروفي نعم بصوا يا جماعة اللحمة دي عبارة عن اللحمة دي جامدة جدا في تلج كده يا جماعه بيبقى في حته ثانيه.
محمد خلصت الميه ليه؟ يلا لما الهاتف ده يشتغل تاني كملي. هو انا فصلت؟ انتوا هتشتغلوني ليه؟ بص بقى جبت لي قد ايه عشان ما تقوليش يما حط كله لحوم. لا انا عايز احط كله يما خلاها يما تديني واحد. هات واحده من البيت واحده. هات واحد. ماشي ماشي اشربي يلا. بس زورك يا مالك اللوز يا مالك. لا يعني مفيش لوز. مفيش لوز انت شايلها؟ مفيش لوز اللوز شايلها. اشربي. مش يلا نختم يا هدية. يلا يلا يا جماعة مش تنسوش اللايك والشير والاشتراك والقناة عشان نطلع كل جديد. مع السلامة. بنحبكم جدا 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 جدا. معلش معانا ايه؟